بعد التحية نبدأ مع محمود. أطلعنا محمود على أبرز ما أنجزته حياة كريمة بقرية المعصرة. نعم، أرحب بكم مجددا، ودعونا نبدأ ويعني نؤكد على أن هذا اليوم هو يوم هام في عروس الصعيد في محافظة المنيا وتحديدا في قرية المعصرة. كنا نتحدث في الخدمة السابقة عن المشروعات التي تتم في حياة كريمة وفرحة الأهالي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هذه الفرحة تجددت مرة أخرى بعد القرارات التي أعلنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور وأيضا زيادة المعاشات. يعني استطعنا أن نرصد فرحة المواطنين هنا الذين علموا بهذه الأخبار وهذه القرارات من أهالي قرية المعصرة. فنحن اليوم في عروس الصعيد بما تعنيه الكلمة، عرس تنموي من خلال مشروعات حياة كريمة والقرارات أيضا التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتواجد تحديدا في هذه القرية النموذجية في محافظة المنيا، وهي أول محافظة في جنوب الصعيد يتم الانتهاء من المشروعات بشكل كامل. من أهم المشروعات التي تم الانتهاء منها في مبادرة حياة كريمة داخل قرية معصرة ملوي هي الجانب التعليمي، ونتحدث تحديدا عن المدارس. تم تطوير عدد كبير من المدارس، نتحدث أيضا عن مدرسة عزبة جدلة التي يعني بسعة 13 فصل، وأيضا مدرسة الشهيد مدحت صالح الابتدائية بسعة 15 فصل، وأيضا مدرسة وحدة معصرة ملوي بإجمالي 12 فصل. كل هذه الفصول التي جددت وتم إنشاؤها داخل هذه المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، ويعني بدون أن يكون هناك كثافة داخل الفصول، هذا بالإضافة إلى تحليل وتجديد أيضا أربع مدارس أخرى داخل قرية المعصرة، هذا بالإضافة إلى الجانب التثقيفي من خلال وجود يعني مبادرة كتابك في مركز شباب قرية المعصرة، أيضا من خلال المشروعات الهامة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس اليوم، ومصنع لإعادة تدوير المخلفات بقرية تونة الجبل، وهذه القرية هي التابعة أيضا لقرى مركز ملوي. هذا المصنع يقوم بطاقة تصميمية ما يقرب من 20 طن، أيضا 20 طن في الساعة، بمعدل 320 طن في اليوم، بتكلفة إجمالية وصلت 90 مليون جنيه. هذا بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية الأخرى داخل مدينة ملوي أو داخل محافظة المنيا بشكل عام. أما أيضا عن باقي المشروعات التي تمت هنا في معصرة ملوي، نتحدث عن مركز خدمات المواطنين أو المركز التكنولوجي الذي يقدم كل الخدمات للمواطنين، وهذا هو المشروع الأبرز الذي تحدث عنه الأهالي، لأنه يقدم خدمات السجل المدني، يقدم خدمات أيضا الشهر العقاري، يقدم كل الوثائق الإلكترونية التي يحتاجها المواطنون، فبالتالي هذا وفر الجهد ووفر المال ووفر الانتقال إلى المدينة لاستخراج مثل هذه الوثائق. أيضا كان هناك اهتمام كبير بالفلاحين واهتمام كبير بالمزارعين داخل قرية معصرة ملوي، لأن هذه القرية يعمل 80% من أهالي القرية يعملون بالزراعة، فكان هذا المجمع الزراعي الذي يحتوي على مركز للألبان وأيضا وحدة بيطرية، فبالتالي يخدم طبعا أهالي قرية المعصرة الذين يعملون أيضا في الزراعة. أيضا القرية أو مبادرة حياة كريمة لم تغفل الجانب الأسري وأيضا الجانب الصحي. نتحدث عن وحدة طب الأسرة التي تقدم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وهذا أيضا يعني جعلهم يعني يستغنون عن الانتقال إلى المدينة، وأيضا وحدة تنمية الأسرة والطفل التابعة بالطبع لوزارة التضامن الاجتماعي. كنا نتحدث منذ قليل مع أحد الأهالي وتحدث عن فكرة أن الحياة الكريمة التي وصلت إلى قرية معصرة ملوي من خلال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أصبح هناك استغناء تام عن أنابيب البوتاجاز، وأصبح هناك استغناء تام عن المشقة والتعب التي كانت في الماضي، فبالتالي هناك غاز طبيعي داخل المنازل، إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي الموجودة أيضا في المنازل. قرية معصرة ملوي
حظيت بالنصيب الأكبر من مبادرة حياة كريمة. كل المتطوعين في الحقيقة من مبادرة حياة كريمة قدموا كل الجهد وقدموا كل الدعم للمشاريع التي تقام هنا داخل معصرة ملوي، لأن هذه المشروعات لن تخدم فقط هذه القرية التي تتبع 49 قرية في مدينة ملوي، ولكن ستخدم القرى المجاورة التابعة للوحدة المحلية لقرية المعصرة. نتحدث عن 4 قرى في تابعة لقرية المعصرة أو الوحدة المحلية لقرية المعصرة. هذا بالإضافة أيضا إلى أن عدد الأهالي في المجلس القروي ما يقرب من 60,000 مواطن. كل هؤلاء المواطنين سيستفيدون من المشروعات المقدمة لمبادرة حياة كريمة. أيضا هناك عملية رصف للطرق والشوارع الموجودة داخل قرية معصرة ملوي، وأيضا محطة تحلية المياه الشرب أيضا الموجودة في القرية. هذا بالإضافة إلى مركز شباب ضمن 54 مركز شباب موجود على مستوى محافظة المنيا. هناك لو إذا تحدثنا عن يعني بالأرقام عدد كبير من المشروعات، تتحدث عن أكثر من 15 مشروعا في قرية معصرة ملوي، بالإضافة إلى أكثر من 400 مشروع موجود في مدينة ملوي بشكل عام ضمن مبادرة حياة كريمة. نتحدث عن 49 قرية داخل مدينة ملوي، لكن نتحدث عن 192 قرية داخل أيضا على مستوى محافظة المنيا فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. أيضا بالقرب أو فيما يعني يبعد ب 12 كيلومتر من قرية المعصرة تتواجد مدينة ملوي الجديدة. مدينة ملوي الجديدة بها عدد كبير من الوحدات السكنية وعدد كبير أيضا من الخدمات التي ستقدم يعني في المستقبل لإتاحة أكبر عدد من المواطنين في هذه المدينة. الأهالي هنا عبروا عن فرحتهم أيضا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني أكدوا بهذه الكلمة أن هذه الأحلام لم يكن يتوقعوا أن تحقق إلا بصاحب الفكرة، وصاحب الفكرة وصاحب المبادرة هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق هذه المبادرة لتطوير الريف المصري ولتطوير كل القرى داخل مبادرة حياة كريمة. نعم. كل المشروعات والمباني التي توجد في مبادرة حياة كريمة لم تكن موجودة من قبل. كل هذه المباني وهذه المنطقة التي نتواجد بها كانت خالية تماما، لم يكن هناك أي مبنى، لكن بإرادة سياسية قوية وإدارة سياسية قوية كانت كل هذه المشروعات. أيضا بالإضافة إلى القوافل التي تتم داخل قرية معصرة ملوي، سواء نتحدث عن قوافل ستر وعافية وأيضا القوافل الأخرى التي تقدم المبادرات الصحية وتقدم الرعاية الصحية الكاملة لكل الأهالي في قرية معصرة ملوي. نتحدث عن عدد كبير من المشروعات داخل المدينة، سواء في الجانب التعليمي كما تحدثنا أو أيضا في الجانب الأسري. أيضا المركز خدمات أو المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين الذي يعد هو المشروع الأكبر هنا داخل قرية معصرة ملوي. فبالتالي يعني فرحة كبيرة جدا اليوم لأهالي قرية معصرة ملوي، مشروعات لم يكن يتخيل أحد أن تتم بهذه السرعة وبهذا التنفيذ. حتى كل الضيوف الذين تواجدوا اليوم داخل قرية معصرة ملوي، سواء من الحضور لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حتى من وسائل الإعلام المختلفة، الكل انبهر بحجم المشروعات الموجودة في مبادرة حياة كريمة. ونحن كان لنا تغطية كبيرة على مدار الأيام والشهور السابقة لهذه القرية، لم يكن الوضع كما هو عليه الآن، لكن يعني نحتفل بالإنجازات، نحتفل بالعديد من المبادرات التي تطلقها طبعا مبادرة حياة كريمة، والتي تهتم بوجود حياة كريمة للمواطنين داخل قرية معصرة ملوي. كل القرى وكل المدن داخل محافظة المنيا ستستمر معدلات التنفيذ وستكون في تزايد خلال الفترة القادمة للانتهاء من كل المشروعات الخاصة بحياة كريمة. نتحدث عن 5 مراكز وخمس مدن في حياة كريمة. صحيح. سيتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات داخل المحافظة. نعم، ابقى معنا محمود جميل.